على صعيد متصل وبحضور عدد من المطاركة والمطارنة وشخصيات رسمية ودينية وشعبية، أقيمت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم احتفالات بعيد الميلاد المجيد للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي. شارك في الاحتفالات الآلاف من أبناء المحافظة وبقية المناطق. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احتفلت الكنائس المسيحية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد التي تسير على الحساب الشرقي، فاستقبلت مدينة بيت لحم الراهب شمعون جان نيابة عن موكب النائب البطريركي للكنيسة الإنطاكية السريانية الأرثوذكسية المطران كابرييل دحو، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الأرثوذكس والأردن وسائر الأراضي المقدسة، وأيضا الأنباء دكتور أنطونيوس مطران كنيسة الأقباط الأرثوذكس في القدس والشرق، وأيضا تم استقبال الدكتور الأب أمباكوب مطران الإثيوبيين الأحباش الأرثوذكس والأراضي المقدسة. وكان الاستقبال حافلا بوجود رجال الدين والإكليروس والوزراء والسفراء ومحافظ المدينة والشخصيات الرسمية والاعتبارية وممثلي المؤسسات والأجهزة الأمنية والقادة الكشفيين وقادة المجموعات والأفراد الكشفية والرواد وحشد من المؤمنين. نقدم تهانينا الحارة إلى جميع الأخوة والأخوات الذين حضروا معنا، وخصوصا المسؤولين من رئيس البلدية والرئيس والمدير الشرطة والمحافظ والجميع المسؤولين على هذه المدينة المقدسة سياسيا وإداريا، ويديروا الأمور بحكمة وإيمان ومحبة للجميع، في طبعا بإيماننا في الله سبحانه. نحن نقيم أعيادنا هذه في هذه المدينة المقدسة بكل اعتزاز وبكل احترام وبكل إيمان ومحبة. نطلب للجميع الصحة والعافية، والمرضى الرب يشفيهم، والذين أتوفوا الله يرحمهم في ملكوته السماوي ويزيل هذا المرض من وجه الدنيا كلها، والعالم يتحركوا ويروحوا ييجوا إلى مناطق مختلفة، ترجع الأيام أيام السعادة والصحة إلى مثل ما كانت سابقا. قبل سنتين وأكثر كانوا كلهم ماشيين ورايحين يزوروا البلاد بحرية تامة، ونحن من هذا المكان نقدم تهانينا ونقول لجميعكم كل عام وأنتم بألف خير. امتلأت ساحة كنيسة المهد بوفود محليين، وذلك للاحتفال باستقبال البطاركة والمطارنة وسط معزوفات من المجموعات الكشفية التي رسمت الفرحة على وجوه الحاضرين، إيذاناً بالاحتفالات بقاداديس منتصف الليل للرعاية التي تسير على الحساب الشرقي. في عيد الميلاد، العيد الملائكة بشرت فيه الأرض وقالت المجد لله في العال وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، فيها كذا رسالة طلبوا للأرض السلام والفرح المسرة، ودي رسالة بمولد المسيح لكل الأرض، هي رسالة فرح ورسالة سلام. احنا بنسمي المسيح ملك السلام، وفي مولده نتمنى أن يعم السلام على كل الأرض، في الأردن وفي لبنان وفي كل منطقتنا العربية، نتمنى أن يكون هناك سلام يعم كل العالم ويرفع الله الوباء عن العالم، حتى يفرح كل العالم وكل العالم يعود إلى عمله ويعود إلى حريته
وإلى سفرياته وإلى كل يتصرف ويتحرك بحرية ويعود إلى أعماله إلى شغله إلى تعليمه ومدارسه ويهتم بتنميته ويكون الوطن العربي بتاعنا الأردن لبنان مصر فلسطين كل المنطقة العربية تكون هي منطقة مزدهرة وتأخذ وضعها الطبيعي في داخل العالم كمنطقة متقدمة. نحن ليس أقل من أي دولة من دول العالم، عندنا الكفاءات وعندنا المواهب وربنا أعطى إمكانيات للشعوب العربية غير موجودة في باقي دول العالم، لدرجة أن أي حد من عندنا بيطلع برا بيستثمروه وبيعملوا منه شيء كبير ويستخدموه لمنفعتهم. نحن أولى بطاقتنا وبشعوبنا وبإمكانياتنا التي وهبها لنا الله، فنهتم ببناء شعبنا، نهتم ببناء حضارتنا، نستكمل الحضارة التي بناها أجدادنا حتى يكون التاريخ يكون شاهدا علينا والعصور التي بعدنا تفتخر بفترات التي عشنا فيها. كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد للأردن ولبنان وفلسطين ومصر وكل الدول العربية. رسالتي الميلادية أولا للكشاف المحتفل في هذا اليوم، بنقول لهم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله الله بديمكم دائما سند للحفاظ على قيمنا الدينية والوطنية. والرسالة للشعب الفلسطيني، هذه الأعياد هي عنوان وحدة، وبتمنى أنه يتوحد الشعب الفلسطيني نحو بوصلة واحدة هي بوصلة القدس والتحرير إن شاء الله. وعند انتصاف الليل احتفلت الكنائس بقداديس منتصف الليل، وقد حضر رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية مندوبا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ووزير الداخلية الأردني مازن الفرايا مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، وبحضور السفراء والوزراء وحشد من المؤمنين. هذه هي مدينة بيت لحم، مدينة ميلاد يسوع له المجد، مدينة السلام التي تحتفل بالأعياد الميلادية حسب التقويم الشرقي. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.